الخبر الاول اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكه القصص على بيسان وانس الشايب. فبيسان وانس نزلوا هذا المقطع على قناه انس الشايب، ولو تدخلوا على المقطع وتنزلون بيه على التعليقات راح تشوفون انه كل التعليقات مكتوبه بالانجليزي الا بعد ما حذفهم انس الشايب. طبعا هذه الكومنتات يطلبون بها انه تعتذر بيسان اسماعيل من قناه مملكه القصص. طبعا ما يعرفش الموضوع نزلتكم هذا المقطع من اسبوع اللي كنت افضح بيه بيسان اسماعيل انه هي سبتني. راح احط لكم هذا الرابط المقطع بالوصف اللي حاب انه يروح يشوفه ويفتهم الموضوع بالكامل. فاكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا التهجم اللي تعرضت له، هل هي تستحقه او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت وانجازات اليوتيوبر. اول يوتيوبر اللي عدنا هو انس واصاله، وصول حساب اصاله للانستغرام لل 4 مليون متابع. فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب، ولا تنسون يا حبايبي تباركوا لهم بالكومنتات. اما اليوتيوبر الثاني فهو نورمار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي حمس بيه المتابعين للمقطع الخرافي اللي حينزله باكر. طبعا صار يحمس بهذا المقطع مده 3 ايام، راح احط لكم هذه الستوريات على مود تفهمون اكثر. تذكرت يا جماعه بكره فيديو جديد على اليوتيوب يا جماعه، الفيديو المفاجاه اللي قلت لكم عليه راح يكون ضربه كثير قويه، راح يكون برات الاستديو صورناه كثير حلو خرافي، راح تحبوه راح تطلبوا منه اجزاء. بكره الساعه 4 خليكم جاهزين. خليكم جاهزين بكره على فيديو اليوتيوب ترى حريقه، وبنفس الوقت فيديو التيك توك كمان حريقه اكثر، فخليكم بكره جاهزين. الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة مريانة غريب واختها كريستينا غريب. منو اللي فضحها؟ هي اختهم ستيلا، فيب عندهم اخت اسمها ستيلا، ولكن يا حبايب مريانة واختها كريستينا ما معترفين بستيلا انه عندهم اخت. اما بالنسبة اللي يسألون عن السبب فالصراحة السبب مو معروف، ولكن الصراحة اكو شوية تحريات عندي ممكن تكون حقيقية راح اقول لكم اياها بنهاية المقطع. اوكي وين الفضيحة حاليا؟ طبعا قبل ما ابدي اريدكم تركزون شوية بالارقام وبالتواريخ. فاختهم الثالثة ستيلا نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري من اول شيء لو تلاحظون نازل من 18 ساعة، وكان كاتبة بي يا جماعة بدي تدعوا لبابا لانه بالمستشفى ومخاطر ادعوا له عبد القادر، واخر شيء ختمت باسم المريض اللي هو غريب ابن زينب. اما بعد شنو اللي صار؟ فمريانا واختها كريستينا نزلوا على حساباتهم بالانستغرام ستوريين، هذول الستوريين طبعا لو تلاحظون اللي نازلين من 15 ساعة، يعني تقريبا بعد ساعتين من ستوري ستيلا اختهم الثالثة. طبعا هذه الستوريات كانوا يطلبون بها من المتابعين انه يدعون الشخص، وانما مجرد قالوا ادعوا الشخص هذا الشخص غالي علينا وانه دعواتكم استجابوا من هالكلام، وطبعا نفس الشيء سوته هي مريانا غريب. طبعا اللي حابه اوضحه من كل هذه التواريخ وهذه الستوريات انه هذا دليل قاطع انه كلام ستيلا حقيقي اللي راح تقوله بعد شوية، وانه هي فعلا اخوتهم من شنو سووا ابوهم، وخاصه انه هي نزلت الستوري مالتها مال الدعاء قبل ما تنزل مريانا وكريستينا. اما بعدها شنو اللي صار؟ فستيلا نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات طويله وضح بها مريانا واختها وان شلون هم ناكرين وجودها انه هي فعلا اخوتهم وشلون ناكرين وجود ابوهم، فبنفس الوقت هم معترفين بوجود ابوهم، وصراحه واضح من كلامها انه فعلا قلبها محترق، وحتى صارت تبكي بهذه الستوريات انه شلون مريانا واختها عايفين ابوهم مريض قبل المستشفى وهم ما مهتمين وحتى ما يقدرون يقولون اسمه. راح احطكم هذه الستوريات على مود تفهمون اكثر. ما شفتوا انا طلبت منكم انه تدعوا لبابا، بابا وضعه مخطر، في شغله كثير مهمه انا بدي احكي فيها، وبتمنى وبدي اطلب منكم يعني طلب، بتمنى انه تساعدوني فيه، بدي تنشروا هي الستوري اللي يا جماعه. مثل ما شفتوا انا طلبت منكم انه تدعوا لبابا، بابا وضعه مخطر، في شغله كثير مهمه انا بدي احكي فيها، وبتمنى وبدي اطلب منكم يعني طلب، بتمنى انه تساعدوني فيه، بدي تنشروا هي الستوري اللي هلا رح انزله قد ما بتقدروا، حتى هلا رح اعمل حسابي مفتوح لحتى تقدروا تنشروا قد ما فيكن، تمام؟ انا بدي احكي عن تنتين يلي هن ناكريني من حياتهم، مثل ما نكروني نكروا بابا، نكروني هن خواتي، نكروني من حياتهم وانا ما كان عندي اي مشكله، ما كانوا بهموني ولا انا بهمهم، بس انه توصل المواصيل انه ينزلوا ستوري عندهم على حساباتهم وبسبب مظاهرهم واشكالهم قدام السوشيال ميديا والعالم انه هن ابوهم مريض، يكتبوا انه ادعوا لشخص مريض وادعوا لشخص غالي على قلبي، دعوة الغريب مستجابة، وما يذكروا انه هذا ابوهم، وبعدين يقعدوا ينظروا على العالم ويفتحوا اسئلة واجوبة ويقعدوا يشتكوا لهم ويقعدوا تعمل فيها الاخصائية النفسية وتقعد تعمل فيها المصلحة تبعية المجتمع وتقدم نصائح، بدل ما تقدم النصائح تقعد تشوف حالها واغلاطها. شوفوا هي اللي انتم متابعينها، انا بدي لا بدي هي الستوري تنتشر، هي اللي عم تقعدوا انتم بتتابعوها وقاعده عم بتنظر عليكم وبتعمل عليكم نصائح انه اجتماعيه واسريه وشخصيه وعاطفيه، خلي بالاول تنصح حالها، قاعده خجلانه تكتب انه المريض هو ابوها، لك 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 لو ما انا منزله اشرف والله العظيم. انا كتبت انا نزلت انه بابا اللي مريض، يعني كيف انا بدي اطلب من الناس يدعوا لشخص لك لو انه لو حدا غريب بكتب اسمه بكتب اسمه، يعني ليش في 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 بالمرض خجل ولا عيب؟ هذا ابوهم معقول؟ هاي ناس قاعده عم بتتابعها الملايين عم بتتابعوها، هي يوتيوبر قاعدين عم بيتابعوها، مو عارفانين العالم هن ايش عم يعملوا من ورا السوشيال ميديا ومن ورا الشاشات، لما نكروني وقعدوا العالم يبعثوا لي انه انت اختهم ولا مو اختهم، ما حبيت اجيب سيره ولا حبيت انا اطالع قصصنا الشخصيه على السوشيال ميديا، بس انه توصل فيهم انه ما يقعدوا
يكتبوا انه ابوهم اللي هو مريض، والله العظيم عيب. هي اللي عم تتابعوها مريانا غريب ولا الثانيه كريستينا غريب، قاعدين عم تتابعوهم انتوا، عدوا انشروا هي الستوري وخلي العالم تعرف وتشوف مين عم بتتابع. هلا بنزل انا الصور اللي قعدوا نزلوها، عن جد انا بخجل انه هدول اخواتي يقعدوا يخجلوا انه يكتبوا انه ابوهم اللي هو مريض. لك ليش ظاهرين امكم وظاهرين حالكم؟ ليش ما ظاهرين ابوكم؟ لما ما ظهرتوني انا ما سالت وما همني وما بدي اظهر ولا بدي تظهروني، بس انه انتم تقعدوا تظهروا امكم وتحكوا عاملين كل شيء، بس ابوكم انه لما مرض ووقع وحياته يعني بين الموت والحياه، هو على فراش الموت، هو راح يموت، ما عرفوا يقولوا انه ابونا اللي مريض. ليش مو هن عم يعملوا فيهم مصلحات؟ مش انا اسفه لاني انفعلت كثير، بس لاني الموضوع منه موضوع هيك عادي، موضوع جدا حساس، استفزني كثير لدرجه انه قلت لازم اطلع واحكي وخلي العالم يشوفوا، خلي العالم يعرفوا هدول الناس اللي متابعين. هي يوتيوبر وعندها الملايين، تمام، وعم تشتغل مع يوتيوبر هي، والملايين من من من, من طرف هاليوتيوبر عم بيشوفوها وبيقعدوا بيعملوا منها هي قدوه. فهلا انا رح انزل دليل على هالكلام اللي هن عاملينه، وانا شلون نزلت وهن كيف نزلوا. يعني ليش يخجلوا يكتبوا بابا؟ لك لو ما انهم منزلين كان احسن وافضل، عن جد انا لاني هذا الموضوع حرق لي قلبي لاني لو غريب كنت كتبت اسمه. شفتوا كيف كل وحده كاتبه ادعوا لشخص غالي على قلبي، والتاني ادعوا لشخص مخطر وكانه غريب، وكاني عم يحكوا عن واحد شايفينه هيك على واحد من البوستات وقاعدين عم ينشروا شفقانين عليه. عن جد لو انه هن ما بيظهروا من حياتهم الشخصية ابدا لاقول خلص، يعني انه هن ما بيظهروا من حياتهم الشخصية وانا مالي دخل، خلص انه هن عم تظهروا حالكم وبتظهروا وحدة والتانية بتظهر منتها وبتظهر امه وبيحكوا عن كل شيء، عارضين حياتهم كلها تقريبا على السوشيال ميديا. بس لما بدهم ينشروا على ابوهم ويجيبوا سيرته، ما يجيبوا سيرتهم وما يوضحوا انه هذا ابوهم، يحكوا قدام العالم وكانه شخص غريب. لا عن جد هذا الموضوع كثير استفزني، لما هن ما بيحكوا عني ونكريني تماما وحاسبيني من حياتهم، انا صد انسد أم ما بيهمني ولا بيعني لي هذا الشيء، وخلص لانه هن بحالهم وانا بحالي. بس انه توصل موصيل لما تقعدوا وتشفقوا عليه، لما كل هالشيء ما عم تحكوا معه، وقت اللي مرض تقعدوا تحكوا عنه وكاني هو شخص غريب شفقانين عليه. يا جماعة أنا فتحت أكاونتي، أنا بدي أطلب من رفقاتي واللي بيعرفوني واللي ما بيعرفوني إنه يقعدوا ينشروا الستوري اللي نزلتها، لأنه في كتير ناس بيتأثروا من هاي البنت، تمام، في كتير ناس متأثرين فيها. خلي يعرفوا إنه هاي الإنسانة اللي عم بتقدم نصايح إنه هي بدها مين ينصحها، تمام، نصايحها كلها مو بمحلها غلط، لأنه هي لو إنسانة صح أول شيء بتتصرف هي صح قبل ما تقعد تنظر على العالم تنظر على حالها. لو سمحتوا تقعدوا تساعدوني تنشروا هاي الستوري، خلي تنعرف، خلي الناس تشوف، خلي الناس انه بمين عم يتأثروا، في ولاد كتير عم يتابعوها وبتأثروا فيها، خلي يعرفوا بمين متأثرين. وحاليا حبايبي مثل ما شفتوا مثل ما شرحنا لكم بالضبط القصة، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بالحركة اللي سوتها مريانا واختها، شلون هم ما معترفين باختهم وشلون ما معترفين بابوهم. حاليا وصلنا لاخر شيء واللي هي التحريات، انه ليش هم ما معترفين باختهم وبنفس الوقت بابوهم. ولكن ملاحظة بسيطة انه هاي التحريات من عندي، فاحتمال كبير انه تكون محققة. فالتحريات تقول انه ام وابو مريانا منفصلين، مريانا وكريستينا قرروا يوقفون ويا امهم بعد الانفصال، وستيلا قررت توقف ويا ابوها. فهذا ممكن يكون هو طلب من ام مريانا هي ما تحكي ابوها او ما تذكر اسم ابوها بالستوري، نفس السبب انه هي تنكر وجود اختها بالحياة. وما ادري الصراحة الموضوع جدا غريب، اكتبوا لنا بالكومنتات تشاركوا بهذا الموضوع، وطبعا لا تخافون فكلام اخت الثالثه هي حقيقه 100%. وبس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه، تشاركوا في زي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.